كذا مستعد؟ أقول نفسية اليوم حلوة شكلها. لا والله في بالعكس. أتكلم؟ أتكلم في أي وقت تبي. أشرقت الشمس من ربيها. أتكلم؟ أنت سألتني سؤال عيدة؟ أقول النفسية اليوم جميلة شكلها. بالعكس فيني صداع ألف، فيني توتر وخوف والله. عشان كذا أتمنى الهاوية من نصيبك عشان الصداع يروح والخوف يروح بالطيحة. خلاص فقع الفاس بالرأس. بيض الله وجهك، شكرا. وقابل في الطلعة. طيب ترى لا تفرح كثير، ترى هي بكرة يا بعد أنت في الهاوية، لا تفرح. لا لا الهاوية ما هي من نصيبي أنا، لا تهددني فيها. هي لا لمحمد أو لك. شوف أنا بحاول قدر الإمكان إني أنا أصير آخر واحد طاح في الهاوية. طيب. يعني أمس طاح الفهيد، اليوم ما في إلا أنا والفهيد، فإن شاء الله أنا الفهيد ثاني مرة، وإن شاء الله أنت بكرة ثم أنا بعد بكرة. طيب هل محمد الفهيد طيب أموره كويسة؟ والله ما في أي إصابة؟ ما أدري. طيب خلنا صندوق الإسعافات؟ خلاص أتوقع وصل، أتوقع وصل. يلا وتفضل معنا أجل محمد الفهيد. يا هلا يا هلا. الحمد لله والشكر بس. لا كيف الطيحة أمس؟ لا لا والله ما في أثر للطيحة مرة. يقول كل يوم بيدخل، يقول شامخ ودايم للعليا أنا صعود. صعود نزول والهاوية ما خلقت لنا يا الرفاقة، متحزم بجمهوري ورقة سنود. ركز يا خالد وخل عنك الطفاقة. الله أديك لو يذن فوق عمود، يبقى أبوه ديك وأمه دجاجة تسوأ من الدجاجة. لا 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 والله دخوليا نادي هذا اللي ما يركز بالقصايد. بالله اليوم ناويك وش ابغى بقصيدتك؟ والله والله العظيم ما بشغل نفسي. خالد ترى داخل جوجل يبحث عن رد مناسب لك اليوم. قاعد لقيت قصايد خالد بيترد. انا لا والله ما اعرف اصلا، ما اعرف القصائد الحمد لله ولا فهمت ايش يقول. ولا تبي ترد عليه؟ لا والله ما ارد عليه. ترى امس قال قصيده زي اليوم بس ما ادري. لا هذه واحده جديده اليوم. انا كل يوم عندي قصيده وكل يعني يوم كل يوم بتطيح وكل يوم لكن اليوم وجهي واضح اني سهران صح؟ ايه. من امس وانا بجوجل اسئله ثقافيه، اسئله ثقافيه، ما هي مسلسلات قناه المجد، برامج المجد، ما ادري ناويه اليوم. يعني جاهز؟ جاهز بس خلنا بدايه من عند خالد. طيب اجل احنا كالمعتاد بنشوف نحدد البدايه بتكون عند من؟ عند خالد او محمد. المثل تو تمثيل يعني بنشوف الهاشتاج. بيبدا خالد اللي بيبدا بيقول المثل وبنشوف هل خالد استطاع ان يشرح المثل للجمهور بشكل جيد او لا. خالد بسم الله جاهز؟ نسيت والله المثل. عارف المثل؟ نسيته والله. اسمع هو فيه اوكي. ما انت عارف المثل حقك؟ لا الا اللي اعرف. تعبتني كم لي احفظك؟ لا خلاص ما حفظتني، حفظني محمد. جاهز؟ مفترض اني ان شاء الله اني اذكر باذن الله بقوله. جاهز. ان كان ما هو بهو فهو المقصود اللي انا قلته.